السلام عليكم ولادات ديالي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نقدم لكم وصفه ديال الطاجين اللي غادي يكون بالتنجال وبالخضره. المهم غنخليكم مع المقادير. غادي نبداو باللحم. المهم البنات اللحم على حسب، راكم عارفين الاشخاص اللي يكونوا عندكم، حنا راه غير حنا جوج، داكشي علاش درت غير حدي على قياسي، يكون غنمي ولا بقري ولا حتى الدجاج، يعني اللي بغيتو. غادي نحتاجو أربعة ديال البطاطات صغار، غنحتاجو ثلاثة ديال الخيزوات، أنا خيزوات اللي غنخضر بيهم هما هادو، وواحدين صغيورين قطعتهم غادي نفرشهم في الطاجين باش ما يحرقش ليا اللحم. غنحتاجو بصلة كبيرة. غادي نحتاجو هنايا البنات ربيع و ثلاثة طريوسة ديال الثومة يكونوا كبار، ولا أربعة هكا صغيورين، جوج حامضات صغار مصيرين، هذا البنات سكنجبير غادي نحكو، إلا ما عندكمش سكنجبير طري استعملوا سكنجبير يعني غبرة عادي. عندي ثلاثة طماطم صغار، وعندي جوج دنجالات، عندي الزيتون هنايا مسلالة وزيتون عادي مخلطاهم بجوج، عندي زيت الزيتون كما كتعرفوني كيعجبني طيب زيت الزيتون، بغيتو ديرو زيت الزيت العادية ديروها، بغيتو ديروهم بجوج تخلطوهم خلطو اللي بغيتو. عندي الملحة، عندي البزار، عندنا الخرقوم، وعندنا غنديرو غير واحد شوية الكمون البنات فوق من الدجال، كما عارفين الدنجال كيتواتى مع شويه الكمون. عندنا هنايا ضامه ديال البنه، وعندنا زعفران، وما تنساوش حاجه طاجين الحاجه اللي مولاهم، الا ما كان الطاجين راه ما كاين والو. طيب الطاجين راه ماشي بحال ديال الطنجره، اللي كيعجبوه يطيب الطاجين بحالي يقولها ليا. المهم غنديروا غادي نطيبوا في الطاجين البنات، ايوا غادي نخليكم في الطريقه. نسيت ما قلتش لكم البنات، بالنسبه للخيزو اللي غنخضر به باش يسرب لي دغيا، انا غادي نديرو في الماء يتسلقي واحد مع شويه الملحه، شويه ماشي بزاف، يتسلقي واحد شويه مسلقه، عاد ديك الساعه غادي نلوحو نخضر به. مهم درت الطاجين يسخن البنات، ودرت عليه زيت العود، خليته حتى هي سخنات شويه، من بعد غادي نبداو نفرشو في الخيزو. كما كتعرفوا انا كنفرش خيزو باش اللحم ما يسقش هنا في الطاجين، ومن بعد كنحطو اللحم ديالنا. كنتبلو اللحم ديالنا بالعطريه كامله اللي ذكرناها في الاول. كنزيدو كاس كبير ديال الماء باش نرويو الطاجين، وكنشدو هذاك الحامض المصير كنقطعو طريفات صغيورين، كنشد غير وحده صغيره نقطعها طريفات صغيورين، كنرميها فوق اللحم، البصله حتى نشلضها حتى هي ونحطها فوق اللحم. ومن بعد ملي كيبان ليا الطاجين ديالي بدا كيغلى، يعني بدا يدير يتحمر اللحم شويه، كنبدا نقلب فيه. Thank you.
بعد كنسدو على الطاجين ديالنا وكنخليوه يتقلى. ملي كنحسو باللحم ديالنا تقلى كنحيدو عليه الغطا وكنقلبو اللحم مزيان، يعني كامل كنقلبو على جهه اخرى باش يطيب لنا اللحم من كل الجهات. ومن بعد نزيدو ليه الماء، الا كان الماء ناقصو نزيدو ليه واحد شويه الماء ونخليه يكمل الطياب ديالو واحد شويه. من بعد البنات درت الخضره ديالنا كامله، قطعتها كما كيبان لكم ودرتها كلها في الطاجين. مهم درت خيزو، درت مطيشه، درت بطاطا، درت الدنجال، مهم كاع الخضره اللي بينت لكم قبيله اني درتها وحطيتها في الطاجين. دابا غنسد على الطاجين ديالي وغنخليه يكمل الطياب ديالو. من بعد كنحاول نقلبوا الطاجين ديالنا. مهم ملي كنشوفوا طلق الماء ديالو وكلشي، ديك الخضره طلقات كاع الماء، كنهزو وكنحاولوا نبداو نسقيو الخضره ديالنا من الفوق باش هي تعطي تدخل ليها التنسيمه ويدخل ليها العطريه وكلشي كما كيبان لكم. نسدو عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو. خاصنا كل مره نقابلو الطاجين ديالنا باش ما يتحرقش لينا البنات. من بعد ما الطاجين ديالي تقريبا الخضره ديالتي بدات كطيب، انا طلقت ليا الخضره بزاف الماء، هذاك الماء احتفظت به هو الاخر، قلت من بعد ونعاود نخدم به. انا كنرمي دابا في الزيتون، كندير الزيتون مصير، وهذاك لاصوص البنات اللي عزلت قبل هذاك غادي نخليه في حاله حتى الطاجين ديالي الا شرب ما بقاش فيه الماء، بلاص ما غنزيد الماء غنزيد عليه داك لاصوص، لانه اصلا داك لاصوص راه منسم، وغير المرقه ديال الخضره نزيدها فوق منه باش يعطي البنه اكثر. ملاحظه البنات، هذا الفيديو انا كنت درتو قبل، يعني ملي كنت حامله وفي اليمات الاخر اللي قربت نولد فيها، ومني كنت بغيت نصوب لكم الفيديو اللوح وندير المونتاج ما بقاش ليا الوقت، داكشي علاش ما حنش عليه الوقت. يلا حن عليه باش صيفطو. الطاجين ديالنا هو طاب، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم البنات، بصراحه جابنين بزاف. ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد.